ليه ما سامعاكم انا؟ الحضور الكريم في صالة سبارك سيتي، كل عام وأنتم بخير. مشاهدينا ومستمعينا على شاشة قناة النيل الأزرق، ثاني أيام العيد يحلو ويزدان بصوت الفنانة نانسي عجاج التي تغنت للطبيعة، تغنت للإنسان، للطبيعة، للبساطة ولضحكة الشمس، فاستحقت أن تأثر قلوب المحبين وأصبحت كما يحلو لنا أميرة الإحساس. رحموا مرة أخرى بالفنانة نانسي عجاج. نانسي كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة، وكل سنة والحضور طيبين، وكل سنة والمشاهدين طيبين، وكل سنة والسودانيين في أي حتة كويسين وطيبين. الفترة الفاتت كنا بنتعود على انقطاع للفنانة نانسي عجاج، لكن في الفترة الأخيرة في تواصل كبير جدا مع جمهورك، كل المحبين اللي بيحرصوا على ارتياد حفلات نانسي عجاج. صحيح، كان يعني أنا ممكن أقول عندي يعني ما بكون متوفرة دائماً، بكون عندي فترات كده بتاعة تجهيز وما إلى ذلك، وبكون لكن ما توقفت أصلاً عن الحفلات الجماهيرية، يعني ممكن الإنتاج شوية يتأخر يأخذ مني زمن، لكن صح ولا ما صح؟ أكيد الجمهور الكريم موعود بمجموعة من الأغنيات، وأكيد أغنيات جديدة للفنانة نانسي عجاج. المسرح لك ولجمهورك الكريم، وأيضاً برحب الفرقة الموسيقية، كل عام وأنتم بخير. تسلم كثير، شكراً لك.
I'm gonna make you mine.
مستمعينا في ثاني أيام العيد السعيد من داخل صالة سبارك سيتي وحفل الفنانة نانسي عجاج. الآن نحن برفقة ضيوف أجلاء من البنك السعودي السوداني، الأستاذ صالح أحمد سعيد من إدارة التسويق بالبنك السعودي السوداني. بنرحب به وأكيد كل عام وإنت بألف خير. في البداية بنهني الشعب السوداني غاضبة وعملانا البنك السعودي بصفة خاصة بالعيد السعيد، ونحن سعيدين نكون في حضرة النيل الأزرق بغيث الجنرال وسبار سيتي وسلطانة الطرب نانسي عجاج. مرحب بك أكيد. أيضا نرحب مشاهدينا بالأستاذة المحامية مروة عوض، كل عام وانت بألف خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وانتم بخير الله يسلمكم، وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله ربنا يعودوا علينا وعليكم وعلى الأمة السودانية والإسلامية بالخير والأمن والبركات. وبشكر قناة النيل الأزرق لاستضافتهم لنا، وكل سنة وانتم طيبين. مرحبا بك وكل سنة وانتم طيبة. أيضا يمتد الترحاب للأستاذ الصحفي بصحيفة ألوان الأستاذ أحمد محمد الصاوي، كل سنة وانتم طيب. كل سنة وانتم طيبة، والشعب السوداني كله بخير ورفاهية وسعادة وأمن وطمأنينة إن شاء الله. وبصفة خاصة أحيي قناة النيل الأزرق لهذا اليوم الجميل ولهذه التظاهر الحلوة الفنية بقيادة سلطانة الطرب نانسي عجاج، وأتمنى للجميع في الداخل والخارج
موفور الصحة والعافية إن شاء الله. مرحبا بكم إن شاء الله تقضوا وقت جميل برفقة الفنان نانسي عجاج وأيضا برفقة كل المشاهدين في قناة النيل الأزرق. مرحبا بك. مبسوطين بكم وكل عام وأنتم بخير. أنت بألف خير. نبدأ مع الأستاذ صالح، رعايتكم للفترة المفتوحة في ثاني أيام عيد الأضحية المبارك وأيضا من أول يوم لليوم الرابع هي تحت رعاية البنك السعودي السوداني، تفضل. والله نحن يعني حقيقة اخترنا النيل الأزرق بواسطة مستشارنا الإعلامي شركة آينت، النيل الأزرق الأكثر مشاهدة داخل وخارج السودان، ونحن راعين الفترة المفتوحة من 5 إلى 8 من أول يوم لرابع يوم، وعندنا عيديات يعني عندنا تلفونات بنتصل وعشان نوضح للناس الخدمات الإلكترونية اللي بنقدمها. ده فيما يتعلق بالفترة المفتوحة لليوم، هنالك أيضا تكريم للفنانة نانسي عجاج. عندنا تكريم للأستاذة نانسي عجاج اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى، لأنه هي من الفنانات المتفردات. وتحفيز أيضا للسادة المتصلين، أي شخص بيتصل عنده هدية، الهدية عبارة عن شنو؟ بيتصل عنده هدية ده في الاستوديو. أما نحن هنا دي مخصصينا لحضور الصالة هنا، عندنا لكل واحد يتصل عليه 2,000,000 جنيه. دي ضيوفنا الأكارم. الأكارم هنا في الصالة وفي ثالث يوم بكرة إن شاء الله من الاستوديو من النيل الأزرق، ورابع يوم أمس برضو كان عندنا في النيل الأزرق، نحن عندنا هدايا بنقدمها في العيد بإذن الله تعالى. إن شاء الله كل السادة المشاهدين وأيضا الحضور الكريم يكونوا من المحظوظين إن شاء الله، والناس اللي حيحظوا بجوائز من قبل البنك السعودي السوداني بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. نعم. أستاذة مروة وأيضا أستاذة أحمد، أنا بوجه لكم سؤال مشترك، مهنة المحاماة وأيضا مهنة الصحافة هي وجهان لعملة واحدة، الاثنين يخدمان حقوق الناس إن كان من خلال المرافعة والمحاماة أو حتى من خلال القلم رد الحقوق لأهلها. نبدأ بمهنة المحاماة. طبعا مهنة المحاماة طبعا هي مهنة من المهن الإنسانية اللي هي بترد الحقوق يعني بترفع الظلم عن المظلوم، فهي طبعا دايما زي ما بيقولوا زي ما في ظالم في مظلوم، فطبعا المحامي يعني بيجتهد عشان يرد الحقوق للمظلومين وعشان تتحقق العداله، وهو عنده الدور الكبير في يعني في اظهار الحق. مهنه المحاماه ومتاعب المهنه واحيانا تداخلها مع مناسبات مختلفه زي مناسبه العيد، الترويح على النفس فتره العيد وايضا اتزانك انت فتره العيد وفتره الاجازه، ده بيديك كمان دافع اكبر في انك انت ترجعي للشغل بنفسيات احسن. اكيد طبعا اكيد. يعني احنا بنكون يعني والله احنا طبعا اصلا بنكون شايلين هموم الناس على طول، يعني يعني مثلا عندنا قضيه لازم نقدر نعرف الادله والشهود وكذا، يعني حتى يعني احيانا ايام العيد بيتصلوا عليك الموكلين وبيقول لك يعني مثلا والله يا اخي انا حاليا ما عارف اللي حيحصل شنو كذا، وريني القضيه، يعني بيتصلوا عليك الف مره في الدقيقه. اي نعم نعم، شايلين الهم، وربنا يوفقنا على اساس انه نرد الحقوق للمظلومين ونحقق العداله ان شاء الله. أنا أستاذ أحمد، أنا ممكن أعيد لك السؤال مرة أخرى، إنه المهنة الصحافة والمحاماة الاثنين هم بيخدموا نفس الغرض، رد الحقوق لأهلها، رد المظالم من خلال القلم، أيضا ممكن يكون أنت بترد الحق لإنسان هو عاجز عن أخذ حقه. طبعا طبعا العلاقة كبيرة جدا بين المحاماة والقضاء والصحافة. الصحافة هي الرأي، يعني إذا كان في شخص مظلوم كاتب صحفي ترافع عنه أو شرح مدى الظلم الواقع عليه، نفس المسألة تلقيها عند القاضي وتلقيها عند القضاء الواقف برضه، وبتتطلب أشياء كثيرة جدا، يعني النزاهة أصلا في القلم أو في الحكم، يعني بمعنى أنه الإساءة إذا كانت لشخص بالذات الأيام دي جرائم المعلوماتية وكده، المتنبي قال وإن يكن الفعل الذي أساء واحدا فأفعاله اللائي سررنا ألوفه، بمعنى أنه إذا كان الشخص يعني معلوم لدى الناس بأنه رجل رحيم كريم تعرض لإساءة أو تشويه أو تلبيس لسمعته، فدي دي 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 طبعا ما جريمة كبيرة،
بالتالي إذا في قلم تطرق أو انبرى لأن يدافع عن هذا الشخص المظلوم إذا كان حاكم أو محكوم أو أي فرد من أفراد المجتمع، فما كانت الصحافة إلا السلوك الطيب والبراءة والنزاهة والصدق في المسألة. صحيح. بمعنى أنها هي ذاتها كأداة ثقافية يعني تثقيفية زي ما بقول أخونا الأستاذ السمو قال الثقافة تقود الحياة سمو الخلف الله. فالمسألة مسألة فكرة حتى مصطفى أمين ومن خلال القلم الصحفي دوما يدافع عن قضايا هي قضايا في كثير من الأحيان تكون قضايا رأي عام وتشغل الرأي العام وتشغل الشارع السوداني. أيوة نعم. فما طالما أنه في صحافة حرة، طالما في صحافة ما عليها رقابة، طالما في أنه نزاهة في الأقلام، الواحد بيطمئن لأنه الشعب ذاته بيكون يعني في حالة بتاعت الطمأنينة أكبر وسلام وأمن يعني. صحيح. أحيانا في قضايا بتشغلك أو موضوعات ممكن أنت تحس نفسك شايلة معك لحد البيت، حتى في فترة العيد أو في فترة العطلة أنت بتكون شايل نفس الهم ولازم تتنفس من خلال القلم في أنك تتوصل رأيك ومرافعتك من خلال الكتابة. نعم، دي معلومة جميلة جدا. دي مسألة الحزن والفقر والشح الأيدي ظروف الناس الصعبة وعدم وجود بنزين توصيل، المخابز ما شغالة، معاناة الناس، الصفوف إذا حصلت، كلها مسائل يعني بتضطر الكاتب أنه يتطرق لها كواحد من الناس الممكن ذاته هو بيحتاج للعيش. الرغيف ده عايز يقف في الصف يعني لما يجي مرهق الساعة 12 والساعة 12 و11 وبتاع ما يلقى لي رغيفة في الفرن. شنو أكثر القضايا اللي ممكن تكون شغلتك وإلى الآن أنت حامل همها وفي كل مرة أنت بتتطرق لها بين الحين والحين؟ القضايا الصحف كلها ما شاء الله قاعدة تتطرق لها، يعني إذا كان مثلا في معاناة عادة في المواصلات ظهرت صفوف العيش للرغيف وكذا، والأسعار ذات ارتفاع الأسعار، الإيجارات برضو مصيبة كبيرة جدا على الناس الدخلها محدود، المسائل كلها حتى نخش في المجال الثقافي برضو. الثقافة بدورها يعني هي الهادي الجيد لأنه يقيف ضد الأغاني الهابطة والمستهلكة والما عندها قيم ولا عندها مسل ولا بتمثل الشارع السوداني أو الأخلاق السودانية بشيء من العقلانية. دي حاجة تكون برضه ملفوظة يعني في الملفات الملفات الثقافية والفنية يعني في الصحف عموما. فما كانت الصحافة إلا الحق وما كانت إلا السلطة الرابعة اللي أي شخص بيعرف على أنها هي السلطة. صحيح. طالما أنه القضاء الواقف أو القضاء الجالس أو كل أنواع العدالة في السودان بتقف بجانب المواطن ولخدمة المواطن، فده المطلوب يعني. صحيح. أكيد الصحفي دوما هو بيحمل الهم وبيحمل أيضا وبيحس بمعاناة أخوها الإنسان وبيحاول دائما أنه يرد له حقه ويرد المظالم لي لأهلها. احنا كنت حنتواصل معك أستاذ أحمد لكن حنشوف أستاذ صالح نعم البنك السعودي السوداني ومد حبال التواصل مع السودانيين وأيضا الخدمات التي تقدم للناس وأيضا فكرة رعاية 4 أيام بقناة النيل الأزرق هي خلق علاقة ما بين المشاهد وبين البنك السعودي السوداني. أكيد طبعا أكيد يعني التلفزيونات عندها أو السوشيال ميديا كلها بالنسبة للدعاية حاجة مهمة جدا، وأن إحنا من المنبر ده بنقول للناس ثالث يوم ورابع يوم اللي هو بكرة وبعد بكرة خلوا موبايلاتكم فاتحة. أيوة. أن إحنا هنعمل تحاويل بالتطبيق بتاع البنك السعودي سعودي موبايل. خلي ما بنذكر الناس من 5 إلى 8 الفترة المحدودة يكون في اتصال عشوائي لكل اتصال عشوائي زي ما عملنا أمس اتصال عشوائي. امبارح كان في واحد من شمال دارفور، واحد من شندي، واحد من الشمالية. التلفونات جاتنا، واحد من الخرطوم. 4 تلفونات. الهدايا كانت عبارة عن 2 مليون جنيه. 2 مليون، وحتى الحضور الكريم برضه 2 مليون. 2 مليون هنا الحضور الكريم في سبار سيتي هنا. أيوة. الجميلة 2 مليون. ونحن بس بنذكر الناس وبنهنيهم بعيد الأضحى المبارك بنيابة عنا
النفسي ونيابه والسيد رئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره والمدير العام والنائب ومساعدينه وكل العاملين بالبنك السعودي السوداني يهنوا الشعب السوداني غاطبه وزبائننا. احنا طبعا عندنا احنا عندنا حاجه خاصه يعني عملائنا الكرام بعيد الاضحى المبارك، عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات. الزباين الكرام حيكون التعامل معهم كيف؟ اللي هم عندهم حساب في البنك السعودي السوداني حيكون في تعامل خاص بيختلف طبعا عن كل الناس بالنسبه للهدايا ولا بالنسبه للعملاء؟ احنا عملائنا ديل احنا مدلعينهم وعملائنا احنا يمكن يعني صفه العملاء، وعندنا من كل الفئات المجتمع زراعيين وتجاره وصناعه كل فئات المجتمع احنا في البنك السعودي السوداني، ونحن اللوجو بتاعنا جسر التواصل العربي الافريقي ورهانك الرابح، وباذن الله تعالى ان احنا جاهزين في كل فروعنا في كل انحاء السودان ان شاء الله بانه نقدم خدمه متميزه كما عودنا الناس باذن الله تعالى. حنتواصل معك اكيد استاذ صالح واستاذ مروه واستاذ احمد ومع الساده المشاهدين، لكن الان فاصل اعلاني مشاهدينا ومتواصلين بعده اكيد، فكونوا معنا.
تتنفس الوردة، تتنفس الوردة، ضحكة شمس شرقة اتنفست وردة. صلى صح ولا لا؟ Thank you.
نتواصل معكم مشاهدينا والحضور الكريم بصالة سبارك سيتي. البنك السعودي السوداني الذي يرعى الفترات المفتوحة في قناة النيل الأزرق من اليوم الأول وحتى الرابع في ثاني أيامه وثاني رعاياته الحفل الذي يزين بصوت الفنانة نانسي عجاج. إدارة البنك وكل القائمين على أمره تكرم الأستاذة نانسي عجاج تقديرا وحبا، الأستاذة صالح والأستاذة أحلام. السلام عليكم، أحيي جمهور نانسي. ونانسي ما دايرة تعريف، خالقة لروحة بسمة. كل سنة وانتو طيبين وإن شاء الله دائما لامين. نانسي فتحنا لها حساب عن طريق التطبيق للموبايل السعودي وعملنا لها حساب وجبنا لها بطاقتها وهي ما عارفة. أيضا الحضور الكريم بصالة سبارك سيتي موعود بتحفيز وجوائز للمتواجدين عبارة عن 2000 جنيه لكل شخص سيتم سحبه من داخل الصندوق. الرقم الأول الفائز معانا 0-925-93-894. من صاحب الرقم؟ 0-925-93-894. مبروك. مبروك، الله يبارك. هتقول شنو لإدارة البنك؟ مشكرة جدا. أنا كثير بجي حفلات نانسي ويعني بحبها جدا. بتفضلي مع أستاذ صالح، تفضلي عشان يتم تسليمك المبلغ. الرقم الثاني. الرقم الثاني 0-925-10-679. من صاحب الرقم؟ 0-925-10-679. تعرف عليه؟ اسم وليد نجيب الطيب يوم الله محلية الجزيرة. ألف مبروك. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. الرقم القادم مميز 0-123-4-29. ألف مبروك. تعرف عليك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مهدي فرح مختار. مبروك. بتقول شنو لإدارة البنك؟ والله نشكر ناس بنك، نشكر قناة النيل الأزرق ونشكر أخواننا في بنك السوداني السعودي السوداني. مبروك لك.
الرقم القادم 092-160-5198. ألف مبروك. نتعرف عليك. محمد شرف الدين حسن عثمان. كل سنة وأنت طيب. بتقول شنو لإدارة البنك؟ وأنتوا طيبين وبتمدرون الله التقدم ومزيد من الازدهار إن شاء الله. حتعمل بقى شنو القوش؟ والله لسه ما فكرت. مبروك لك. مبروك لكل المحظوظين وإن شاء الله مع إدارة البنك السعودي السوداني كل شيء أجمل. نتواصل معكم مشاهدينا ومستمعينا والحضور الكريم بصالة سبارك سيتي في حفل الفنانة نانسي عجاج ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بعد الفاصل الإعلاني. نتواصل معكم مشاهدينا الكرام ونستكمل حوارنا من داخل صالة سبارك سيتي وحفل الفنانة نانسي عجاج. هنتواصل أكيد مع الأستاذة مروة عوض والأستاذ أحمد الصاوي، وكنا بنتكلم عن تفاعل المحامي أو المدافع من خلال القضايا ومرافعته عن عدد من المظلومين. أحيانا بيكون في متاعب وأحيانا في علاقات تمتد حتى بعد انتهاء القضية إن شاء الله بالنجاح، يعني دائما العلاقات تزين بعد نجاح القضية. فكلمينا عن العلاقات الإنسانية المستمرة إلى الآن مع ناس هم لجؤوا إليك عشان تحل لهم مشكلتهم. أيوة. بسم الله. والله طبعا يعني الحمد لله أسي لي 7 سنوات في المحاماة، وقابلوني كثير من الناس وكثير من الموكلين، فلسه عندي يعني علاقاتي ما انقطعت بموكلين. يعني قد أكون اشتغلت من زمن التريني، بما كنت في التيران يعني معاهم لحد ياسي بيضربوا لي وبيسألوا مني، حتى قضاياهم كانت انتهت والحمد لله تكللت بالنجاح. فمهنة المحامي مهنة طبعا إنسانية زي ما قلتها، ويعني ما بس يعني شغل وبس، يعني بكون معاهم، وحتى يعني أحيانا بيكون عندهم حاجات خاصة خارج عن نطاق المهنة، فبيقوموا بيستشيروني فيها وبرجعوا لي فيها ان شاء الله نحلها معهم إن شاء من غرائب المهنه. شنو اول مواقف الغريبه اللي مرت بيكي وحسيتي انه المهنه دي انا ما بقدر اواصل فيها، شويه صعبه، او ممكن تكون حببتك اكثر فيها؟ والله طبعا هي مهنه المحاماه ما زي ما قلت لك مهنه جميله، بس المشكله فيها يعني الجري بتاعها كثير. يعني بكون عندك قضيه مثلا في مثلا بكون شغاله مثلا في ناصر، في الشرقي مثلا، في الكلاكله، في ام دوم كده، يعني دي الشيء اللي بتاخد معك كم القضيه؟
والله طبعا دائما لما يجيني الموكل بقول له القضيه بتاخد كم بقول له والله انا ما بقدر اعرف بتاخد كم ما معناها عشان هنا احيانا بيكون ظرف القاضي نقل احيانا بيكون الشاهد ذاته مثلا مريض احيانا يعني العطل حاجات كثيره انا ذاتي بكون عندي ظروف ف يعني ما بنقدر نحدد انه بالضبط القضيه بتاخد كم لكن في قضايا بيكون فيها مثلا تسويات بتنتهي من اول جلسه في قضايا يعني قد تكون انت مثلا ما رضيت بالحكم بتمشي تستأنف الاستئناف طبعا اقلاه بيقعد 3 شهور في مراحل التغاضي طبعا كثيره فما في يعني سقف معين للقضيه يعني عشان نشوف القضية بنظر الأستاذ أحمد الصاوي وأكيد أحيانا في ناس بيلجأوا لك بيكون عندهم موضوع عايزين إنه يتنشر للرأي العام أو قضية يتم مناقشتها في الشارع السوداني وبيشوفوا إنه الصحافة هي الباب الأوسع والأكبر والبصر الأكثر للناس وممكن يعبروا من خلاله وكل مشاكلهم تحل من خلال باب الصحافة. طبعا في مجال الصحافة هي أبواب كثيرة يعني في قضايا في قضايا مجتمع في قضايا رياضية في قضايا فنية مختلفة يعني ما شنو القضية اللي جوا لك فيها ناس وطلبوا منك انك تساعدهم في حلها؟ طبعا بملفات ثقافية وفنية بهتم دائما بين الفن والثقافة نعم الترقية في قضايا كثيرة وفي جدل كثير في جدل في المطلوب ترقية الذوق السوداني بصورة عامة الأيام دي شايف في نشاط في المهن الموسيقية أنه الأغاني الما مرخصة والأشعار الهابطة والأشياء دي فنحن كل ما نستمع إلى فن مثلا مثال هسه نحن في حضرة سلطان الطرب نانسي عجاج ما في شك أنه ضغونة جميل وبعدين أغنية أغاني يعني بترفع من شأن المجتمع السوداني وتقاليده والشعر الموزون الإيقاعات اللي بتعبر عن البيئة المختلفة في السودان شمال جنوب شرق غرب دي مسائل واجبة يعني تنتحى يعني والواحد كل ما حصل ترقية للذوق السوداني على أساس أنه يطلع للعالمية بصورة أجمل وكمان الصحافة بتساهم فينا بتساعد الفنان من خلال تحفيزه المعنوي حتى تصحيح مساره إن أخفق في بعض المشروعات الفنية بتساعده في إنه يصحح مساره وأيضا يمضي بخطى ثابتة للعالمية ولأبعد مما يكون في وده الواجب ده واجب نعم. الصحافة الفنية المفترض أنه الناس تسعى لأنه يكون في غنى هادف تكون في لجان قوية نعم. هنتواصل معك أكيد أستاذ أحمد الأستاذ مروة لكن نشوف الفنانة نانسي عجاج ونستمع لأغنياتها متابعة طيبة واستماع طيب لكل اللي بيتابعوا قناة النيل الأزرق شكرا جزيلا
إذن مشاهدينا ومستمعينا، كانت هذه حفلة الفنانة نانسي عجاج من داخل صالة سبارك سيتي في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالحفل وقضيتم لحظات جميلة برفقة صوت الطروب. إلى أن نلتقيكم في لحظات أخرى أكثر جمالا، إلى اللقاء.